السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي. Welcome again my dear students of first year secondary. Here is Miss Iman Daaz keeping my promise to tell you the secret of superiority. أهلا بيكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، وعلى وعدنا هنعرف مع بعض سر التفوق. Here we come to the point that most of you my dear students are waiting for. النهاردة وصلنا للنقطة اللي كلنا أو معظم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي مستنيينها، وهي الإكزام بيبر. What are the questions in the exam paper? How to answer them and how to get the full mark in my exam. هنجاوب مع بعض النهاردة إن شاء الله complete exam on units 1, 2, 3 and chapter 1. Exactly the exam paper step by step together. هنجاوب سؤال بسؤال وهنعرف ازاي نجاوب كل سؤال وازاي نجيب فيه full mark. Ready my dear students? Okay, let's start. First secondary of course, exam on units 1, 2, 3 and chapter 1. Question 1 أو question A, letter A. اوكي بيبقى عندنا language functions. Language functions وبيكون language functions اللي هي الوظائف اللغوية فيها two questions، سؤالين اللي هو ال dialogue and the situations. ولو أنا دارس كويس ال language functions in each units، بذاكرها كويس وعامل كمان ليها practice with my teacher, with my friends, with my family, with all people around me واستخدمتها صح، هو ده اللي هيخليني أقدر أحل ال dialogue وال situation very easily. نبدأ مع بعض. لما يكون عندي dialogue like this بيكون فيه زي ما احنا شايفين في البداية بنسميها introductory sentence أو intro مدخل، أو زي ما بنقول كده عليها جملة كده ايه بتوضح لي ال situation ايه أو ال atmosphere of the dialogue، مين اللي بيتكلم في الديالوج وبيتكلموا في ايه. ونخلي بالنا اتس فيري امبورتنت الجمله اللي في الاول دي، لانه لو انا قريتها احيانا كتيره بلاقي فيها اجابات دايركت على طول لاسئله في الديالوج. فنقرا مع بعض السنتنس اللي هي الانترو الاول. محسن and حسن are talking about their memories. Their memories والميموريز اللي هي الايه الذاكره، ممكن نقول على الميموريز اللي هي الباست او الباست ميموريز اللي هي الذكريات بتاعه الماضي، وممكن اكون اقصد بيها الذاكره فعلا بتاعتي اخبارها ايه، وده اللي هو وي ار ديلينج وذ توداي. اوكي يبقى بيتكلموا عن الذاكره بتاعتهم. نشوف مع بعض. محسن از اسكينج فيرست، طبعا لازم نقرا الدايلوج كلها الاول قبل ما نجاوب اني كويستشن. اوكي نقرا مع بعض. What's your memory like؟ محسن asked، حسن answer، وفي كمان question لمحسن. وحسن answered yes I can remember numbers easily. Okay after that محسن asked can you remember people's name easily question، وفي answer لي و question كمان لمحسن. وحسن answered no I'm terrible at maths. Okay طبعا terrible يعني very bad، terrible very bad. محسن قال له really I'm good I'm not good either، ولا أنا كمان good but I like maths. قرينا كده مع بعض نشوف. first question what's your memory like؟ جاوب قال له I have a very good memory. دايما لما أقول like what's كذا like يبقى أنا عايز description، عايز وصف، والوصف للشيء ده يا إما يكون good or bad. اوكي يا إما يكون good or bad أو to some extent إلى حد ما أو quite good، بختار الإيه الصفة المناسبة لل situation أو لل condition اللي أنا بوصفه. ف what's your memory like؟ إيه أخبار الذاكرة بتاعتك حسن؟ فحسن قال له I have a very good memory for some things. طيب لازم أقول لحد الآخر for some things؟ لو أنا قلت I have a good memory is that wrong؟ No خالص متقلقش خالص it's very أو it's completely right. صح I have a good memory، ممكن أقول it's good I have a good one it's okay. طيب في question لمحسن إجابته yes I can remember numbers easily، ده من الأسئلة اللي very very easy، طالما عندي yes يبقى ده yes or no question. فبروح عكسة بس كل اللي بشوفه بشوف فين الهيلبينج فيرب في الجملة بتاعتي وببدأ بيها لأنه سؤال yes و no question. فهنا الإجابة yes I can، يبقى أكيد السؤال كان excellent. Can you
يو. طبعا احنا عارفين من زمان انه اي في الانسر بتبقى يو ان ذا كويستشن، وكمان زيها يو اي وي في الاجابه بتبقى يو في الكويستشن. يبقى الانسر بتاعتنا هتبقى كان يو ريممبر نمبرز ايزلي، نفس الجمله اللي تحت. كل اللي انا عملته ان انا ايه، جبت الهيلبينج فيرب الاول وجبت يو وكملت الجمله از ات از. ليه؟ excellent my dear students، لانه ده yes or no question. Yes. طيب في question تاني، can you remember people's name easily؟ اهو جاي لي تاني yes or no question، يبقى انا اقدر اجاوبها open. هو سابها لي open، اقدر اجاوب ب yes or no. نشوف مع بعض الانسر. هو قال no I'm not very good at that. حد تاني عايز يقول yes I'm quite good، ده it's okay، الاثنين صح طالما هو سابها لي open وما حددهاليش بحاجه معينه في الاجابه تحت، فخلاص فانا ام فري او ام رايت تو ساي يس اور نو. واحنا اتفقنا انه عشان تو بي مودست، عشان تكون متواضع في اجابتك، ما ينفعش اقول ام فيري جود او ام كومبليتلي جود او ام اكسلنت. لا، الافضل ان انا اقول ام كوايت جود، ده عشان انت ما تبقاش كده براود، تبقى مودست متواضع في اجابتك، فبقول ام كوايت جود. Yes. طيب في هنا عندي question اجابته no I'm terrible at maths، برضو هنا yes or no question لانه قال لي no. فهنا I'm terrible، I'm terrible برضو ال question هيبقى yes I am في الاجابة، بتبقى are you في question. ودي basics اساسية خالص احنا واخدينها من حتى primary و prep stages. Are you any good at maths؟ اوكي، فقال له نو ام تيربل ات ماثس، وكده يبقى خلصنا الديالوج بتاعتنا. وزي ما شفنا معظمها دايركت كويستشنز سواء كانت يس اور نو، المهم ان انا اكون قاري كويس او الانترودكشن سنتنس او الانترودكتوري سنتنس، واكون قاري كل الديالوج وعارف مع بعض اللانجوج فانكشن بتاع كل يونت. نشوف بقى كويستشن 2 في اللانجوج فانكشن اللي هو رايت وات يو وود ساي ان ايتش اوف ذا فولوينج سيتويشنز. اوكي، بناخد situation number one. بيقول لي a friend tells you the name of a famous woman. A famous woman، امرأة شهيرة. You want to know about her job. You want to know about her job. أما يكون you want to know about anything، معنى كده you will ask or you will answer. Excellent. You will ask. You want to know. يبقى أنت أكيد اللي هتسأل. نشوف الquestion هنا إيه about the job. سهلة جدا. What does she do? So simple. What does she do? هل بس السؤال ده الجوب عن شي بس؟ لا، أي حد. What does your father do? What does your mother do? What does your sister do? Any person. أقدر أسأل عن الجوب بتاعته. What does he or she do? So simple. ممكن أقول what job? Does he work? It's okay. لكن طبعا the most direct question هو what does she do? طيب. Situation number two. Your teacher says something in English. You don't understand very well. في something said is said قدامك وانت you don't understand. سواء كان your teacher or any other person. احنا زي ما اتفقنا قلنا ايه ده بنسميه yes asking for clarification. بسأل عن او بطلب توضيح. Clarification ده خدناها في اليونتس اللي استديت مع بعض. طيب هنقول ايه؟ excellent، لازم we must ask politely، فهقول excuse me sir او excuse me could you repeat that please. بدأتها ب excuse me ونهيتها ب please، كل ده بنقول polite form. polite form ممكن لو بدأت could you repeat that please that's enough، لكن انت عشان تبقى quite polite بتبدأ ب excuse me، لان المفروض ان انت كده زي ما يكون في interruption مقاطعة وبتسأل السؤال بتاعك. Okay, excuse me, could you repeat that again, please? طيب question أو situation number three. Your mother tells you an interesting story. An interesting story. Express your opinion. خلي بالك إن هو هنا حدد لك شوية الإجابة، لأنه قال لك إن your mother tells you an interesting story. Interesting story. Okay. ما قالش ستوري وخلاص، لو قال ستوري كان شويه الموضوع يبقى ايه open to your opinion فيه، لكن هو قال لك ان هي already interesting story.
اوكي يعني قصه ممتعه. فهنا حدد لك شويه الاجابه express your opinion، فلازم يكون your opinion هنا positive ايجابي. هنقول ايه؟ That's an interesting story. That's an interesting story. ممكن واحد يقول thanks mom I like this story so much. It's okay. Oh what an interesting story. Oh, it's okay. Right. I like it so much. It's okay. المهم ان يكون something positive حاجة ايجابية. طيب question او situation number 4. Your little brother says that he is very tired. Advise him. هنا مطلوب منك to give an advice أو to give advice. To give advice. هنا لما يكون any person tired فالadvice بتاعتنا بيبقى ليها كذا صيغة أو كذا form. ممكن هنا أقول why don't you go to bed؟ طالما هو tired بس مش ill. لكن لو ill مثلا أقول له you should go to the doctor. You should visit the doctor. Okay. لكن هنا بس قال لي ان هو tired فبقول له why don't you go to bed. وممكن بطريقة تانية فاكرين if my dear students لما قلنا if I were you اللي هي if condition type 2 وقلنا if I were you I would sleep soon. If I were you I would go to bed. If I were you I would have a shower. اوكي كل دي حاجات اوكي لان هو لسه في الدومين بتاع التايرد مش very ill. كل دي حاجات احنا واخدينها مع بعض how to give an advice. يبقى احنا كده حلينا language function dialogue and situations. ننتقل بقى لquestion 3 اللي هو اول حاجة في الvocabulary and structure اللي هو the choice. واحنا اتفقنا ان الchoice السنة دي بقى عندنا 16 sentences 16 sentence اوكي مقسومين نصين two halves منهم 8 vocabulary on vocabulary و 8 on structure. اوكي نشوف مع بعض كده واحده واحده. وبرده زي ما اتفقنا لازم نقرا الكويستشن carefully before we answer لانه سؤال بالذات الchoice ما فيهوش two answers only one answer is the correct one. So please my dear students be careful read carefully then answer. Number one. My brother Wendy space a lot of money from his job as a pilot. A lot of money. Okay. بقول أو a lot of money. Okay. بقول قبلها. Going to earn. Earns. Earn. Earnings. Okay. طيب هنا my brother going to earn ينفع؟ No. طيب earns. Yes exactly. لأنه earn لوحدها ما ينفعش. و earning ب ing لوحدها ما ينفعش. ليه ما ينفعش A و D؟ لأنه الاثنين محتاجين verb to be قبلهم لأن هما حاجات continuous. أوكي أو في الأولانية دي برضو محتاجة verb to be اللي هو letter A لأنه ده future ب am or is or are going to. طيب يبقى احنا عندنا choice بين earns وبين earn. طيب هنا ال subject بتاعي الفاعل my brother ده singular ولا plural؟ ده singular. Excellent. مفرد والمفرد هنا في الجملة دي مع present. Excellent. Present simple. يبقى المفرد اللي هو my brother زي he, she, it. Okay. طالما singular مفرد في الحالة دي we must add is to the verb. Excellent my dear students. So the correct answer will be letter B earns. Present simple. Excellent. يبقى ده أول جملة on grammar أو on structure. نشوف number two. I always, okay, وعندي space, feel, or well feel, or what feel, or feeling, L, if I go on a boat. If I go on a boat, okay. طيب هنا if جاي in the middle of the sentence, وجاي بعدها present simple. هنا I always will feel, ولا feel ولا would feel ولا feeling. احنا طبعا لو احنا مذاكرين كويس هنعرف على طول ان احنا هنستبعد على طول we will omit letter C اللي هي would feel لانه انا عندي present simple. و present simple معناها انه دي حاجة من اتنين يا اما zero conditional يا اما first conditional. اوكي طيب نشوف يبقى هنستبعد would feel لان دي في second conditional مش تبعنا وهنستبعد feeling لان انا ما عنديش حاجة اسمها feeling في F. اوكي طيب يبقى انا عندي دلوقتي I always فاكرين مع مسز ايمان فوزي لما قالت لنا ان احنا عندنا في حاجة اسمها keywords او كلمات كده بتدل على الزمن
always دي بتدل على حاجة simple present simple. اوكي طيب يبقى انا هنا عندي هقول I always، اني واحدة بقى هي ال present simple excellent اللي هي letter A. I always feel ill if I go on a boat، ودي تبقى excellent well done zero conditional اللي هي if condition type zero اللي هي بنتكلم فيها about effect. When I go to معناها كده when I go to on a, when I go on a boat I feel ill على طول. حد يكون عنده دوار بحر او حاجة كده فعلى طول مجرد ما يركب بوت بيحس ان هو ill او dizzy. يبقى دي if condition zero if conditional zero اللي هي if سواء كانت في الأول الجملة at the beginning of the sentence or in the middle، وفي الحالتين الاتنين بياخدوا أو ال two phrases بيبقى فيهم present simple present simple feel ill و go on feel in و go on present simple excellent. يبقى دي برضو من الجمل اللي هي on structure. We will move to number three. If I برضو if تاني اوكي لان احنا اتفقنا انه دي من من القواعد اللي هي very important عندنا ولسه هنكمل كمان in unit 8. If I و space a camera I would take a photo of the family party of the family party. طيب هنا انا عندي في الجملة التانية would take would take excellent. سمع حد بيقول لي يا مس دي if condition type 2 لان انا عندي فيها would excellent excellent answer yes. طيب طالما عندي would والانفينيتيف if condition type 2 خلاص يبقى انا اكيد هدور على الباست سامبل yes the past simple اللي هو هنا ايه had or have had or would have. well done yes letter A had. if I had a camera I would take past simple would and the infinitive if condition type 2 right excellent my dear students. okay we will move to sentence number 4. if you again if you okay with space very fast you will catch your train. اوكي سمع حد اجين بيقول لي you will على طول يا مس وانا مغمض you will او may او might او الكلام ده كله و الانفينيتيف على طول يبقى if condition type 1 excellent. طالما عندي will يبقى انا هدور في الجزء الاول او في phrase 1 على present yes present simple. طيب نشوف present simple ran running runs or run. طبعا ran wrong خالص لان هي past simple. running طبعا ما تنفعش لان دي ing فيها continuous. اوكي طيب نيجي بقى هنا if you اقول if you runs or if you run لانه الاثنين present simple excellent yes. طبعا you هنا ما ينفعش we add s مع you في الفعل بتاع you ما ينفعش add s excellent فيبقى في الحالة دي ال correct answer هي run. if you run okay you will catch if you run you will catch. طيب okay number 5 my brother played or scored or won or took. طيب احنا لو بصينا كده في الفور choices كلهم في excellent في الباست simple في الباست simple okay الاثنين صح past and past الاثنين صح past simple. طيب my brother انا عندي played و scored و won كلهم past simple يبقى اذا انا الجمله دي مش بتسال about structure امال بتسال about ايه about vocab يبقى لازم اكمل الجمله كلها عشان اعرف الفوكاب اللي هو عايزها دي according to the rest of the sentence. يبقى my brother و space a goal in a school football match yesterday. اوكي طيب a goal بيجي معاها ايه excellent scored yes scored a goal مش بتيجي معاها played. طبعا لو قال لي match كنت قلت played اوكي او لو قال لي اي حاجة تانية مختلفة عن a goal كنت اوكي في match. طيب number 6 if I felt tired I would go to bed early today later or before. طبعا هنا I would go to bed انا عايزة yes
early، لأن early هنا هي الوحيدة هي اللي adverb، هي اللي adverb، بأن أنا بوصف go to bed الفعل نفسه go to bed إيه early، والmeaning برضه والمعنى بتاع الجملة. طيب question 7، someone who studies soil and rocks is called، الشخص اللي هو بيستدي الروكس والسويل، سويل اللي هي التربة، التربة الزراعية والحاجات دي، والروكس اللي هي الصخور، ده طبعا ده شخص بيبقى specialist on surgeon, astronaut, geologist or architect. Excellent. That is the geologist. Yes، اللي هو عالم الجيولوجيا. Yes. طيب number 8، question 8، وده ده كل ده vocab، احنا من عندنا من number 5 vocab و number 6 vocab و number 7 vocab. نشوف number 8. Sometimes someone sorry someone who writes for newspaper is called، طيب الشخص اللي هو بيكتب for newspaper زي ما خدنا مع تشارلز ديكنز، قلنا ان هو journalist or champion or teacher or headmistress، ناخدها كده من اول letter D. الheadmistress اللي هي المديرة او نظرة المدرسة، الteacher معروفة، champion اللي هو البطل، ولا journalist yes اللي هو طالما هو writes for a newspaper is journalist، حتى احنا عندنا معروفة كلمة journal وجاية منها journalist اللي هو الكاتب الايه الصحفي، يبقى yes letter A، letter A اللي هو journalist. Number 9، نيل أرمسترونج اللي هو طبعا عالم الفضاء المشهور، نيل أرمسترونج on space on the moon in 1969. طيب Armstrong walked or walking، طالما جاب لي كذا tense يبقى على طول دي structure question وبيسألني فيها. نيل أرمسترونج وعندي الديت بتاعي قديم سواء ايا كان الشخص اللي عندي، لكن طالما الديت بتاعي قديم يبقى ده بدور على طول على excellent على past simple او past perfect. هنا ما عنديش past perfect فبدور على past simple لانه خلاص دي completed action. اوكي يبقى excellent letter C walked. Yes. Question 10، while he was space as a journalist Charles Dickens was writing magazine stories. واحنا قلنا ان جملة while اساسي فيها انه لازم هيجي فيها past continuous، وقلنا ان الجملة التانية ممكن يكون فيها past continuous وممكن يكون فيها past simple. اوكي اوكي let's have a sample break and come again quickly. فاصل ونرجع بسرعة مع بعض. Welcome again my dear students، اهلا بكم بعد الفاصل. نكمل وقلنا ان while لازم must be followed with the past continuous، ونشوف مع بعض ال past continuous طبعا هيبقى letter D اللي هو was while he was working. Yes. Question 11، something hit the car window so it was على طول brave، it was brave، عايزين هنا adjective طبعا ده vocab، brave famous edited and or cracked، طبعا طالما something hit وglass سواء كان window او غيره سواء glass او غيره. اوكي في الحالة دي على طول بياخد cracked، فاكرين اوكي cracked اللي هي something اللي هو in the surface مشروخ او كده. طيب you number 12، you can only use this computer if you know the، وقلنا حاجة مهمة جدا للكمبيوتر والتكنولوجي الجديدة، if you know the password or the cell or the clarification or moral type the password. Nice. طيب we have a nice call، we have a phone call. Welcome. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة مين معانا؟ محمد من الجيزة. محمد من الجيزة. Okay welcome محمد، how are you؟ I am fine thanks. Okay, do you have a question? No. طيب okay. عايز اشارك. Okay اتفضل. عايز تشارك في question يعني؟ طيب جميل. Okay عندنا هنا on the screen على الشاشة question number 13. Okay. I should take my father's space before going to the party. Okay. قبل ما تروح البارتي او اي مكان مفروض بتاخد من your father promise, presentation, prize or permission. ها محمد؟ I should take my father prize. بتاخد من your father prize. Prize دي لو انت كسبت في حاجة معينة او نجحت في حاجة ف your father بيديلك prize جايزة. لكن لما تكون انت you are going to a place مفروض بتاخد من your father ها؟ Promise. Promise what؟ لا حاجة اقوى من ال promise.
ها نشوف مع بعض. promise وعد لا، presentation او sorry pretension طبعا لا، pretension no، prize no. so the correct answer is permission. permission. excellent محمد. permission بتاخد اذن من your father. من your father. yes. يبقى letter D اللي هي permission. تحب تكمل معانا ولا that's enough for you؟ okay. ها محمد. okay اكمل. طيب okay كمل معانا. question number 14. the plane arrived 2 minutes ago since then or before. الجملة دي يا محمد in which tense؟ the plane arrived ago. excellent. ago لأن الجملة بتاعتنا yes excellent past simple yes ماضي بسيط وطبعا بيجي معاها 2 minutes او اي فتره زمنيه على طول بناخد ago. excellent محمد. okay can you complete معانا؟ yes. طيب nice. question 15. a cricket is الكريكت فاكر كريكت in unit 2؟ yes insect. excellent محمد super student. yes letter b طبعا هو insect مش bird ومش animal عادي ومش toy طبعا مش لعب. طيب نكمل 16. اوكي. اوكي. نمبر 16 I وسبيس تامر since 1970. I didn't see. I haven't seen. I wasn't seen. I don't see. خلي بالك since اول ما اشوف since or for على طول اروح لزمن. زمن الماضي البسيط. لا هو مش ماضي. هو مش ماضي ها. بروح لزمن. ها. present haven't seen. ايوه excellent present perfect اللي هو haven't seen. excellent محمد thank you very much. thank you very much for your calling and your participation. thank you very much. goodbye. نكمل. okay do we have another phone call؟ معنا مكالمة تانية؟ طيب okay نكمل. find and correct the mistake in the following sentences. question 1 طبعا ده من الاسئله المهمه برده جدا اللي احنا قلنا خلاص لان بيجي لنا اسئله كتيره جدا هل في ري رايت ولا لسه؟ نقول لهم نو الري رايت خلاص اتلغى وبقى عندنا انستد في عندي فايند ذا ميستيك. فايند ذا ميستيك بقى 6 سنتنسز 6 جمل ومتقسمين لستراكشر اند فوكاب يبقى عندنا ري رايت نو عندنا بس فايند ذا ميستيك. يس اول سنتنس this is my mobile it owes to me. it owes to me. فاكرين ها لما يكون my something is mine يبقى it owes to me. no it excellent it belongs to me ينتمي ليا. اوكي لكن owes to me اللي هي قبل كده دي owes to me دي معناها ايه مدين ليا. طبعا الشيء بتاعي مش مدين ليا مش owes to me it belongs to me. طيب نشوف question 2 while I was watering the garden it rains. while لسه واخدين while وقلنا while بعديها اهو was watering the garden ده past yes continuous يبقى باقي لي past simple. it rains هنا present simple. اوكي يبقى ما ينفعش يبقى لازم اقول it rained yes we add ed عشان تبقى past simple. طيب question 3 محمود always understands the most complete math problems. محمود always understand the most complete the most complete. فاكرين الماث الماث problems وقلنا او اي حاجة complicated معقدة كنا بنقول عليها ايه yes complex complex مش complete complete دي مكتملة. اوكي يبقى الصعوبة في انه يفهم اللي هو الكومبلكس اللي هي الشيء الكومبليكيتد او اللي هو interfered شوي. number 4 I felt. اوكي we have a phone call. عبد الرحمن من الجيزة. Welcome عبد الرحمن. Welcome عبد الرحمن. How are you doing? Hello. Yes عبد الرحمن. How are you doing? الحمد لله. Fine. Have you studied? ذكرنا units 1 و 3 زي ما اتفقنا. جبت 1 بس. طيب اوكي نو بروبلم. بليز يا عبد الرحمن هنوطي بس. جبت 1 نعم. عبد الرحمن بليز هنوطي صوت التلفزيون شويه وهنسمع من الفون. اوكي. اوكي. طيب عبد الرحمن do you have a question ولا حابب تشارك؟ اهي عبد الرحمن حابب تشارك معانا؟ شارك. اوكي طيب
فاضل question ده find the mistake. I felt much better after I took the illness. After I took the illness. فين هنا المستيك؟ المستيك اللي هي felt much better. ها؟ After I took the illness. Took the illness. طيب فين بقى المستيك بتاعنا؟ معنى الجملة يا عبد الرحمن I felt much better. I felt much better. يعني أنا حاسس بتحسن. After I took بعد ما أخدت the illness. فين المستيك هنا؟ هاي عبد الرحمن. طيب معلش عندك الصوت بيقطع شوية يا عبد الرحمن، لو تقف في مكان يكون فيه شبكة أفضل من كده. أوكي سامعاك. توك توك ذا illness after I took the illness بعد ما أخدت المشكلة عندي في توك. لا يا عبد الرحمن فكر كويس. Think carefully. After I took أنت قصدك إيه يعني؟ قصدك تجيب يعني هاد وكده؟ No problem، مفيش مشكلة، ممكن حدثين يحصلوا ورا بعض فافتر مفيش مشكلة، لكن المشكلة هنا عندي في الميننج. أنا حسيت بماتش بيتر تحسن after I took the illness. يعني إيه illness عبد الرحمن؟ What the meaning of illness؟ illness اللي هو مريض. illness المريض أو yes أو المرض. أو المرض. أي. يبقى أنت حسيت بتحسن لما خدت ال illness المرض؟ لا المفروض لما خدت medicine. excellent عبد الرحمن لما خدت ال medicine yes. يبقى هنا المستيك عندي، احنا اتفقنا يا عبد الرحمن ان درجتك مقسومه نصين، نص هتاخدها على find the mistake انك تلاقي اصلا المستيك نفسه، ونص على الكوركشن. يبقى المستيك عندي illness والكوركشن زي ما قال عبد الرحمن medicine. excellent thank you very much عبد الرحمن. يبقى زي ما اتفقنا ما نتسرعش، نقرا كويس قوي الجمله، وزي ما اتفقنا انه عندي find the mistake مش كلها grammar، في بيبقى عندي 3 sentences on structure و 3 sentences in vocab. كل الناس تبقى متخيله انه لا كله جرامر، لا لازم افكر كويس قوي واشوف كل اجزاء الجمله vocab وستراكشر. نشوف كده question number 5. هنا عندي no sooner have Anas cleaned the kitchen than his mother thanked him. نقراها تاني. no sooner have Anas cleaned the kitchen than his mother thanked him. سمع حد بيقول لي no يا مس no sooner، على طول بناخد بعدها past perfect. excellent yes. يبقى have Anas هنا ما تنفعش اقول. excellent had Anas. no sooner had Anas cleaned the kitchen than his mother thanked him. نخلي بالنا قوي لان no sooner دي احيانا يجيب لي، يعني هنا المستيك بتاعي كان grammar، وممكن يجيبها لي برضو نفس الجملة والمستيك يكون vocab. اوكي عندي هدى من البحر الاحمر. Yes, Huda, how are you doing? Alhamdulillah. فاكرنا يا هدى اليونتس؟ Alhamdulillah. Nice. حابة تشاركي معانا ولا عندك question؟ لا عندي question. Okay يا حبيبتي. Yes. في المستيك، كورس المستيك. Yes. في سؤال اللي هو I hit. I؟ hit؟ لا هي S A T E. S A T E. I said. Hate. Wait. Wait. لا hate. I hate. Hate. Yes. I hate. Okay. I hate. Having to breathe. Again, معلش. I hate. Having to breathe. Having. To. Breathe. To bring. Breathe. Breathe. To breathe. To breathe. Yes. I hate having to breathe. Breath التنفس. Breath. Breath اللي هي without E. Yes. I hate having to breath. In other people. In older people. In other. In other. In other. People's. People cigarettes smoke. People. بعد كده في اس ملكية وسيجاريت apostrophe apostrophe s people. بعد كده سيجاريت cigarettes smoke cigarettes smoke. طيب عموما احنا قلنا ايه؟ وردة.
ايه؟ ورده معايا؟ لا هدى 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 سوري هدى. عموما يا هدى I hate having to، طبعا هنا to لازم يجي بعدها ها؟ verb، لا verb in the infinitive، verb in the infinitive. الverb أيوة. هنا بتاع الجملة هو هنا طبعا noun مش verb. I hate to breathe، هو الفرق بس بين الverb والnoun ان انا في الverb بقاد e، وفي النطق بدل ما هيبقى breath هيبقى ايه؟ breath هيبقى breathe. اوكي okay؟ يبقى I hate having to breathe في الحالة دي بس هقاد e عشان يبقى. طب معلش في سؤال ثاني. اوكي هدى هدى يس. في الترجمة translate into English yes. في كلمة يعني اقول الجملة كلها وانا في كلمة بس اللي واقفة معايا. طيب قولي الكلمة الأول وبعدين إذا ما عرفناش نقول الكونتكست على بعض. اتفضلي حبيبتي. تمام. كلمة تواجه. تواجه تواجه. طيب تواجه قريبة من كلمة إيه؟ يعني إيه؟ في العربي تواجه قريبة من كلمة إيه؟ قريبة من كلمة ايه؟ ها؟ تقاتل مثلا؟ ده ايه؟ بصي معايا كده على الديتا ده ايه؟ ايه؟ وجه. اوكي؟ يبقى تواجه قريبة من كلمة ايه؟ وجه. تمام. يس. يبقى تواجه بمعنى ها؟ فيس. فيس. اكسلنت. يس. برافو عليك. تواجه بمعنى فيس. وممكن أوكي. حاجة تانية، ممكن تواجه مش تواجه دي معناها تقابل؟ صح كده؟ يس. يبقى ممكن اقول فيس وممكن اقول ميت. تمام. يعني هي مثلا هي الجملة للتغلب على المشكلات التي تواجه مثلا دي حتة من الجملة يعني. اكسلنت برافو عليك. انا في الترجمة مش هخلي اي كلمة توقفني. ليه؟ لان انا هحس الكلمة اجيب لها كده سينونيمز ليها، مرادف ليها، اجيب عكس ليها، اجيب كلمة مشابهة ليها في الـ سواء كان فعل او اسم او كده، يبقى ما فيش حاجة هتوقفني. افكر كده تواجه يعني فيس، تواجه يعني تقابل. اوكي يبقى فيس اور ميت. ثانك يو فيري ماتش هدى. دو يو هاف انذر كويستشن؟ نو ثانكس. اوكي يو ار ويلكم هدى. اهلا بيك. باك اجين تو اور كويستشنز. كويستشن نمبر 6 ان فايند ذا ميستيك. اي شود ريد ذس بوك اف اي واز يو. طيب اي شود ريد ذس كويستشن ما فيهاش حاجه، او ذس بوك ما فيهاش حاجه، اف اي واز يو. في العادي انا بقول I was وبتبقى صح، لكن قبلها ايه؟ قبلها if. يبقى في الحالة دي انا ما اقدرش اقول if I was. اوكي ليه؟ لانه دي if condition type 2. excellent. يبقى في الحالة دي هقول if I were، وده مع all the subjects، كل الفاعل اللي بيقابلني سواء كان singular او plural مع if condition type 2 بقول على طول where. if I where. ليه؟ لان احنا بنقول ده imaginary، بيبقى بتخيل انه انا مكان الشخص ده، ففي الحالة دي مش هقول if I was you، لا هقول if I were you. يبقى ده question سهل جدا اهو حليناه مع بعض. بعد كده read the following passage. السؤال اللي بعد كده الخامس ده بيبقى محتاج مننا وقت طبعا، اللي هو الباسج وقطعة وعليها اسئلة، ودي من اسهل الاسئلة اللي ممكن تحلها في الامتحان. why؟ لان you have the question and you have the answer at the same paper. في نفس الورقة عندك الquestion وعندك الانسر، بس read كده carefully وبالراحة، ويستحسن انك تقرأ الاسئلة الاول قبل ما تقرأ الpassage عشان تبقى الاسئلة في دماغك وانت you're reading. اوكي يبقى دي هسيبها لكم ان شاء الله تتدربوا عليها at home. ولو في اي question face you قبلك مش قادر تحله، ممكن تتواصل معنا during the episode اثناء الحلقة or in face on facebook او على الفيديو نفسه بتاع الحلقه او يوتيوب، تقدر نكتب كومنت تحته باي سؤال. ناخد ليلى من القاهره. ويلكم ليلى. ليلى اور ناديا؟ وات ليلى. ويلكم ليلى. هاو ار يو؟ هاو ار يو ها هاف يو ستاديد؟ ذاكرتي؟ يس. اوكي جود. هاي ليلى، دو يو هاف ا كويستشن ولا حابه تشاركي؟ يس حابه تشاركي معانا. Yes. طيب اوكي احنا عندنا الكويستشن اللي بعد كده اللي هو نمبر 6. يس اللي هو answer only 4 of the following question، اللي هو السؤال الجديد عندنا السنه دي، اللي هو زي ما اتفقنا بيجي لنا on the reading، على الريدنج وعلى listening، وده احنا اتفقنا انه بيجي لنا كله critical thinking. اوكي بتعرفي انت المعلومات وبتجاوبي من خلال your thinking. اول سؤال يا ليلى معانا، why do you think we should be grateful to great scientists like Dr. Elbaz؟ ليه لازم احنا نبقى grateful؟ يعني ايه grateful يا ليلى؟ يعني ايه grateful؟ يعني
ها؟ ليلى معانا؟ ألو. أوكي، يعني إيه grateful حبيبتي؟ فخور. grateful يعني عظيم. فخور أو يعني قريبة يس. للمعنى شوية، هي grateful حبيبتي معناها إن إحنا لازم نبقى فخورة وعظيم. يس، قريبة للمعنى شوية، لازم نبقى نشكر أو نبقى حاسين بالعرفان بالجميل للساينتستس اللي زي دكتور الباز، واي؟ لازم نشكرهم أو لازم نحس بفضلهم علينا، ليه؟ واي؟ ها يا ليلى. Why do you think? Because لأن هما because is this something to people information. Yes. Nice because they provide people with information. Yes, بيدوا الناس information. Yes, nice. To people in the world. In the world, yes. Yes, Laila, go on. طيب اوكي، لو احنا قلنا انه because they give us important information yes it's acceptable يعني some sort شوية، لكن بالضبط لو قلت على احنا طبعا لما بنبقى grateful يبقى اكيد حد عمل حاجة كويسة عشان احنا نحس ان احنا grateful towards him، فايه اهم حاجة عملها دكتور الباز؟ ايه اهم حاجة عملها دكتور الباز؟ ها؟ ليلى الفيمتو ثانية دي تبع دكتور احمد زويل، لكن دكتور الباز احنا عارفين او قلنا قبل كده ان هو جيولوجيست رايت، وقلنا ان هو اهم حاجة كان بيشتغل فيها اللي هو ريموت سينسينج، عارفة ريموت سينسينج يا ليلى؟ رايت؟ يس. طيب يبقى ممكن نقرا مع بعض كده الاجابة؟ طيب يعني اجابتك شوية قربتي، لكن لما نقرا اكتر عن فاروق الباز هتبقى اجابتنا سبيسيفيك اكتر من كده، هنقول because what? Huh? Because they can invent new things. Because can invent can think if they can help us. Yes. ليلى حبيبتي please هنوطي صوت التلفزيون شوية وهنسمع من اوكي. Because they can invent new things they can help us discover underground water، وده اهم حاجة. Remote sensing. Yes excellent، لانه ساعدنا بالريموت سينسينج ان احنا to discover underground water. Okay. He used satellite to find water. Yes excellent. Thank you very much Layla. Excellent. To find water under desert. Excellent. يبقى احنا جاوبنا على ده بكل بساطة لو انا قاري reading. Under desert. Yes. Yes, Western Desert. In the Western Desert, right. يبقى لو أنا قاري reader كويس، reading كويس بتاعي، هقدر آخد معلومات من الريدنج وأصيغ بيها إجابتي، لأن إحنا زي ما اتفقنا إن هي أسئلة critical شوية بتعتمد إنك عندك معلومة من الريدنج بتاعك وبتصيغيها بطريقتك. يبقى نقرأ بقى إجابتنا هنا. In general دي إجابة عامة عن أي scientist. Because they can invent new things. وthey can help us discover underground water، كمان العلماء دول هم اللي ساعدونا زي الدكتور الباز كده، ساعدونا ان احنا to find underground water وكمان oil وgas and minerals اللي هي المعادن. طيب نشوف question 2 في critical thinking. Why do you think Egyptians remember نبوية موسى today؟ اوكي، ليه كل الايجيبشنز المصريين وخصوصا الومن بيفتكروا نبوية موسى today؟ نشوف كده مع بعض. Because she helped them or other women to succeed in education and because she wrote very famous book. ليلى لسه معانا؟ Yes. هتاني لسه about yes about دكتور الباز. طيب اوكي because about girls education. Yes thank you very much. شكرا ليلى، ثانك يو فيري ماتش. احنا اتنقلنا لسؤال تاني اللي هي نبوية موسى، عارفه انت نبوية موسى اللي هي كانت the first woman to go to thank you ليلى جود باي to go to high school. Thank you ليلى جود باي. اوكي طيب قلنا ان هي ساعدت helped other women to succeed عشان ينجحوا in education and work. طيب why do you think the senses were important؟ السنسز اللي هي الحواس، وزي ما قلنا we have five senses. ليه هي important الحواس دي؟ because they help the brain to protect and control the body. طيب في حد يقول لي لازم stick to this answer، لازم الإجابة دي؟ لا مش لازم الإجابة دي.
اوكي ممكن انت تصيغ اجابتك as you like طالما قلنا زي ما قلنا ان هي logic وrelated. ممكن حد يقول لي because senses can help me to enjoy my life. اوكي because senses can help me live normally. اوكي because senses زي ما هنا قلنا help the brain to control the body. معانا كريم. ويلكم كريم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you كريم؟ I'm fine, thank you. Have you studied? Okay. I have a question. Okay, what's your question كريم؟ كريم, are you from Aswan? Yes. Welcome, welcome كريم and Aswan. Yes. Translate into English. Yes. Translation? الماء أصل الحياة. الماء أصل الحياة. اوكي يا كريم ترجم كده معايا. What the meaning of الماء؟ لا لسه ما خلصتش الجملة. بتفضل حبيبي. الماء أصل الحياة. لذلك علينا أن نرشد. لذلك علينا أن نرشد استخدام المياه العذبة. استخدام المياه العذبة حتى لا نواجه نقصا حادا في المياه. نقصا حادا في المياه في المياه. اوكي كريم انت مش عارف ترجمها كلها ولا ولا في كلمات معينة؟ هي المكتوبة كده انا عايز اعرفها. انا في كلمات عايز تعرف كل كل الترانسليشن. طيب نترجم مع بعض كده واحدة واحدة. المياه أوكي. اللي هي ايه؟ الماء ووتر. ووتر يس از ذا ها اصل يعني ووتر. على فكرة انا ممكن اقول ووتر از ذا لايف على طول. ممكن water yes is the life أو okay. the factor of life أو the main source of life. لكن لو أنا قلت water is the life الماء هو الحياة على طول يبقى it's correct it's okay. water is the life أو water means life. okay. طيب لذلك ها so لذلك so علينا أن نرشد دي advice صح يا كريم؟ اوكي دي ادفايس. لما بقول ادفايس بقول وي ايه يا كريم؟ وي شود. اكسلنت يس وي شود ها وي شود نرشد. في حد هيعرف مثلا ايكونومايز نرشد يعني ايه ايكونومايز؟ وفي حد يقول لي لا دي كلمه صعبه قوي مش ممكن اتصرف تاني. ممكن اقول وي شودنت ويست. وي شودنت ويست. في حد تاني ممكن يقول لي وي شود make good use نحسن استخدام. اوكي لكن اصل كلمه نرشد اوكي يبقى economize yes اوكي economy economize yes اوكي we should economize using water yes yes using water نكمل. احنا هنا انت قايل لي المياه العذبه اللي هي ايه بقى؟ بكل بساطه هي العذبه اللي هي ايه؟ fresh water. fresh yes fresh water. عارف fresh حاجه طازه او العذبه fresh water. ايوه fresh يعني ممكن اقول على fresh fruit fresh vegetables وممكن الفريش water اللي هي المياه العذبه. أوكي. يبقى انت قلت لي علينا ان نرشد استخدام المياه العذبه حتى لا نواجه ها ماشي so as not to حتى لا نواجه ها نقول ايه so as not to not to ولسه قايلين مع هدى انه نواجه يعني ايه face اوكي او meet so as not to face سيفير حاد يعني سيفير سيفير سيفير. طب حد يقول لي مثلا ممكن اقول سيفير شورتج. عارف شورت يعني ايه؟ شورت قصير. شورتج او لاك اوكي يبقى ممكن اقول سيفير لاك او سيفير شورتج
ممكن حد يقول لي طب سيفير دي صعبه، ممكن اقول هارد، هارد لاك، ديفيكالت لاك. اوكي طيب سيفير شورتج او لاك اور لاك. اوكي في المياه ان ووتر. اوكي طيب اوكي ثانك يو فيري ماتش. نرجع تاني كده بسرعه ناخد سؤال قبل ما وقتنا يخلص، ناخد سؤال تاني. اوكي هاو كان وي هيلب بيبل هو هاف lost one of their senses. طيب حد فاقد one of his senses خلاص كده he dead no، ازاي نساعده؟ نقول I think we can teach them how to make use of the other senses، ازاي يستخدم الحواس التانية اللي لسه ربنا منعم عليه بيها to they have to overcome، حتى ايه يتعدى او يتخطى their disabilities. اوكي طيب احنا كان عندنا كده اسئلة كتيرة لكن للأسف our time has finished. انا بس عايزة اقول انه مش شرط نكون في الحلقة عشان تسألني، لا I'm available، مفيش مشكلة لو ممكن تسألني on Facebook. احنا عندنا في جروب على الفيسبوك اوكي على السكرين هنا، في جروب اسمه برنامج سر التفوق، لو انت على الفيسبوك ممكن تكتب برنامج سر التفوق في جروب، ابعت السؤال اللي انت عايزه I will answer it، او ممكن على الاكاونت بتاعي انا ايمان دعاس اوكي على الفيسبوك زي ما هو هتلاقيه كده، ده البروفايل بتاعي. اوكي وممكن كمان على لو دخلت على اليوتيوب طيب هتلاقي الحلقات بتاعتنا، هتكتب السؤال بتاعتك تحتها. Thank you very much for today till we meet you. Thank you very much and goodbye. Best wishes. Goodbye.